نتواجد الآن في ساحة الحرية في قلب مدينة تعز، حيث يدشن شباب ثورة فبراير فعاليات الاحتفاء بالذكرى الثامنة للثورة الفبرايرية بهذا المعرض التذكاري الذي يستعرضون فيه أحداث ويوميات 11 من فبراير في العام 2011، كما يستعرضون فيه صور الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة. هذه الثورة التي مثلت بوابة الانتصار للجمهورية والتخلص من نظام المخلوع صالح. هذه الفعاليات هي أول الفعاليات التي يدشنها شباب الثورة، تأكيدا منهم وعزما على مواصلة المشوار في تحقيق كافة أهداف ثورة فبراير والانتصار لليمن الاتحادي. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.